بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، ونتابع أسئلتكم المرتبطة بالشكوك والإلحاد. جالنا سؤال جميل ومكرر، هل حقا الدين أفيون الشعوب؟ وطبعا إيه، في حجج كتيرة بقى بيسردها يعني صاحب السؤال، إنه في أزمنة كتيرة الدين بيستغل لتخدير الشعوب عن الثورات وعن التطور وعن طلب الحقوق والحاجات دي. الحقيقة الدين ذاته قد يكون أفيون للشعوب، ولكن المسيحية ممكن ينظر إليها إنها ليست دين بالمعنى الحرفي. بمعنى إيه؟ أصل الدين في معتقد أغلب الناس هي مجموعة معتقدات وتطبيقات الناس بتعلمها البعض يعيشوا بيها ويمشوا عليها. لكن في المسيحية، المسيحية ليست فقط دينا بالمعنى. ليه؟ المسيحية في نظرنا على الأقل هي الحقيقة. والحقيقة معناها إيه؟ معناها هي مش مرتبطة بالإطار المحدد قوي الجامد الناشف اللي يخلي ممكن استخدامه في اتجاهات معينة. لا، المسيحية مرتبطة بالمسيح. المسيحية شخص قبل أن تكون عقيدة أو فكرة أو سلوك. فهنا خلونا أغير السؤال وأقول، هل المسيح أفيون الشعوب؟ تعالوا بقى نبص لها بشكل أعمق شوي. هل المسيح عطل البشرية عن الارتقاء؟ ما هو كلمة أفيون هنا استخدموها صاحبي نظريات الإلحاد كأنه ده معطل ارتقاء البشرية. اللي يدرس التاريخ البشري في العهد الجديد بالذات آخر 2000 سنة يعني، يكتشف أن كل الحضارات الحديثة بنيت على مبادئ مسيحية، وأن الإنسانية ترقت بالمسيح. وده مش كلام واحد مسيحي، ده كلام المراجع وكلام العلم، أن الشعوب اللي أصبحت مسيحية تسامت عن الحروب وعن القتل وعن الزنا وعن الإباحية وعن الطمع، لأن أصبح المسيح هو المثل الأعلى، وأصبح النظر للحياة الأبدية هدف مش الحياة الأرضية. فبقت المحبة سهلة، والإخاء والود والتعاطف والسلام، وأصبح في وداعة وفي نقاوة. الحاجات دي كلها ما كانتش موجودة قبل المسيحية. فاللي بيقول الدين أفيون الشعوب يجوز اللي بيقوله صح ككلمة دين، لأن ممكن المسيحية تتحول في ذهن البعض إلى دين عبارة عن مجموعة نواهي ومجموعة فرائض، واللي ما يمشيش عليها ياخد على دماغه ويبقى كده مش ده اللي قصده ربنا. لأن لو تلاحظوا المسيح له المجد لم يأتي بفرائض بالمعنى الحرفي، بالعكس هو حرر البشرية من قيود الفريضة عموماً. ارتقى بالبشرية انها تبحث عن اصلها كأولاد الله. يعني الانسان خلق عشان يبقى ابن ربنا. المسيحية رجعت البنوة دي وقالت له انت اكبر من انك تكون حيوان او عبد، انت يا انسان ابن لله، عيش ابن، عيش شبه ابوك، عيش شبه ربنا اللي سلطك على الدنيا دي، وبالتالي حب السلام وحب الخير للكل، وانت كابن لله مرشح للحياة الأبدية مش لكم يوم على الأرض. بالمعاني دي الإنسان ممكن يبقى واخد أفيون إزاي؟ إذا كان المسيحي ده مش هينام عشان بيعمل الخير، إذا كان المسيحي أول واحد هيدافع عن الحق، إذا كان المسيحي الحقيقي هو أكتر من يحترم الجمال والبيئة، لأنه المسيحية الحقيقية كده. فمقولة الدين أفيون الشعوب تصلح في بعض الفترات على مسيحية مشوهة لكنها ليست مسيحية حقيقية. بمعنى إيه؟ فعلا في بعض الفترات، في بعض الأزمنة، في القرون الوسطى بالذات، المسيحية خدت شكل متبروز في برواز ضيق جدا وسيء جدا، وبقت أقرب إلى اليهودية في بعض الأمور، وأقرب إلى الشيوعية في بعض الأمور، وأقرب إلى الرأسمالية في بعض الأمور، وكلها فلسفات غرضها التحكم في البشر،
طبعا اليهودية الحقيقية برضو بداية المسيحية، لكن أنا بتكلم على الصهيونية. فهنا الناس هجت من الدين لأن لقوا مثلا الكنيسة في زمن، مش كنيسة مصر عموما، كنائس الغربية في وقت، بقت بتسيطر على الأباطرة وبتتحكم في الاقتصاد وبتذل الناس، ويفضل الأمراء طبقة والفقراء طبقة أخرى، ولازم المسافة دي يحتفظ بيها، وفي ناس بتذل ناس وتحت شكل مسيحي. من هنا طلعت مقولة الدين أفيون الشعوب. ليه؟ يبقى هم بيخلوا الفقراء متدينين عشان يبقوا ساكنين، يبقوا مستسلمين، يبقوا سلبيين، يعني ايه، يحطوا همهم في الصلاة انما ما يطلبوش حقوقهم، يحتملوا الذل ويقولوا لهم ده صليب. من هنا المقولة طلعت. انما المسيحية الحقيقية مش كده. المسيح له المجد اعتبر في زمنه شخص ثورجي، ثورجي مش بالمعنى المعاصر، بمعنى ايه، انه عمل حاجات مختلفة عن جيله، وقلب موائد الصيارفة دي، ليها فلسفة. يعني ايه، اذا كان العالم كله بيعبد الفلوس وادي الفلوس، اذا هو يثور على الاوضاع، يثور على التعليم الجاف الحرفي بتاع الفريسيين والكتبة، فالشعب كله عجبوا المسيح، وفي الاخر اتصلب بسبب هذه الثورة على الفرائض والقوالب الجافة الدينية. المسيح لو المجد جه يدي حياة مسيحية، الحياة المسيحية ليست أفيون للشعوب، إنما الدين قد يكون أفيون للشعوب. وده ممكن يكون موجود لغاية دلوقتي بشكل أو بآخر. إحنا ما بننكرش أن بعض الدينيين أو المتدينين بيتسلوا على غيرهم ويستعبدوهم بشكل ديني، من هنا المقولة تسري. لكن لو كان مسيحي حقيقي يحترم إرادة الآخر ويحبه جدا من قلبه، مش هيفرض عليه حاجة. بالعكس، لو مسيحي حقيقي هيبقى أخوه قبل نفسه، تحب قريبك كنفسك، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، كده ما يبقاش أفيون للشعوب. المسيحي الحقيقي اللي بيحب الخير للناس، كل الناس، مش هيعطل عجلة التحضر والتنمية أبدا. اللي هيعطلها واحد ديني له مصلحة، أما اللي عينه في الحياة الأبدية، ما أسعد أن الناس كلها تتعالج، وما أسعده لو لقى الناس كلها عايشة حياة كريمة، وما أبهى قلبه أن البيئة الجميلة اللي خلقها ربنا لا تتشوه، وبالتالي ما يبقاش الدين أفيون للشعوب. وفكرة الأفيون دي، معلش، هي مقصود بيها البحث عن السعادة. وأنا عاوز أكلمكم عن السعادة في الإيمان والسعادة في الإلحاد. النهاردة العالم كله يعني نقدر نوزعه فريقين، فريق ينكر وجود الله بأشكال ودرجات مختلفة، ويمكن دي عرضناها في كذا حلقة، اللي بيقول ربنا مش موجود، اللي بيقول حتى لو موجود ما يفرقش معايا، اللي بيقول محدش عارف موجود ولا مش موجود، اللي بيقول موجود بس شكله كيت وكيت وكيت، أقرب للوثنية. وفي فريق تاني يعبد الإله الحقيقي في نظرنا كمسيحيين، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. الفريقين دول لهم فلسفة في السعادة، اللي ساعات يسموها في العلم world views، يعني ايه، رؤية هذا المعتقد في مفهوم هام جدا اسمه السعادة. فدي قضية هامة. ليه؟ هو في بني آدم مش عاوز يعيش سعيد؟ طيب تعال نشوف منظور السعادة اللي عبر عنها بكلمة أفيون في المسيحية الحقيقية، ومفهوم السعادة فيما عداها. السعادة في أي معتقد آخر لها اتجاهات كتيرة. أولا، في أغلب المعتقدات دي هي مرتبطة بالجسد والمادة، في أغلب المعتقدات. يعني إيه؟ الجسد ده بيأكل كويس يبقى الإنسان سعيد. الحياة هنا قبل ما نقل يبقى ما زادش عن حيوان، الحيوان لما بيأكل بينبسط، هي دي السعادة اللي بيتكلموا عنها. ولو عنده فلوس هو عارف انه هيسيبها ويموت، والفلوس دي شوية ورق، انما لو عنده فلوس ده معنى اخر للسعادة، بتديله نوع من الرضا المزيف. ومعنى ثالث الكرامة. كل المعتقدات بتغذي فكرة السعادة، ده اتجاه العالمي في القوالب دي. والقوالب دي بقى ليها
أشكال أخرى داخلية، يعني إيه؟ تفنيطة تحتها. يعني الكرامة عند بعض الناس مثلا كرامة تبعية الناس زي الزعماء، والكرامة كرسي وتايتل عنوان لقب، والكرامة بدلة، والكرامة عربية، والكرامة ألمازات، ممكن. والغنى ممكن يبقى مقتنيات قصور، والغنى ممكن يبقى رصيد في البنك. والجسد واحد يتلذذ بالزنا، واحد يتلذذ بالأكل والشرب. إنما كل دي أشكال من السعادة اللي بيقدمها كل من هو ليس مسيحي. ده بقى يقدمه دين أو معتقد غير ديني أو فلسفة لا دينية أو ديانات شرق آسيوية أيا كان. طبعا ما نقدرش ننكر إنه بعض المعتقدات دي قدمت سعادة نسبية قريبة للفكر المسيحي. يعني إيه؟ ما نقدرش ننكر ان في تعاليم لكونفوشيوس او بوذا او كده قالت السعادة في اسعاد الاخرين، ده بقى فكر مسيحي، بس ما لغتش بقية بنود السعادة واكدتها. وبعض المعتقدات دي اتكلمت عن سعادة ابدية، يعني سعادة مش النهاردة، سعادة بكرة، لكن غالبا مرتبطة بنفس الشكل المثلث الكريه، كرامة مادة جسد. سعادة في الفكر المسيحي اللي هي أصل كلمة أفيون، ما أفيون يعني سعادة مزيفة. ما هو اللي بياخد أي مخدرات هو بيبقى عاوز ينبسط وما يفكرش هل ده مفيد مش مفيد، بكرة هيمشي إزاي، الناس مستفيدة ولا مضرورة، هو عاوز ينبسط ودلوقتي. دي فكرة الأفيونة أو السعادة اللي بيقدمها العالم عموما. هل المسيحية تقدم سعادة وقتية أنانية سطحية؟ نشوف. السعادة كما قدمها المسيح له ربنا يسوع له المجد، هل هو شخص فرحان الأول؟ 100% مليون في المية. ليه؟ لأن في كلام المسيح يقول يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. إذن المسيح له المجد، قمة الفرح الإنساني. هو الشخص اللي عاش على الأرض بالرغم من الفقر والاضطهاد والظلم والظروف القاسية، لكن جواه فرح لا ينطق به بيدلقه على تابعيه، يثبت فرحي فيكم. وكل اللي قربوا من المسيح وصلوا إلى فرح أو سعادة، عملة غريبة غير خالص اللي موجودة في الدنيا، طعم مختلف. يعني إيه بولس يبقى في سجن وسجن روماني قاسي ويقول افرحوا كل حين وأقول أيضا افرحوا ويبقى فرحان جدا؟ ده مش موجود في الدنيا، ده فوق العادي وفوق الطبيعي. يبقى واضح انه السعادة اللي بتقدمها المسيحية ما هياش سطحية، ما هياش وقتية، ما هياش مزيفة، لا مرتبطة بالمادة ولا الكرامة ولا الجسد. بالعكس تتحاشى الثلاثي ده، لان ده يعطل السعادة الروحية او يعطل السعادة في الفكر المسيحي. طيب ايه اللي بيقدمه المسيح؟ المسيح له المجد بيقدم سعادة على الأرض وسعادة أبدية. على الأرض سعادة ليست مطلقة، لأن الإنسان محكوم بعمر، بجسد، بحدود، بضيقات. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ربنا يسوع على الأرض ما وعدناش أن الحياة على الأرض منتهى السعادة، لا. وبالتالي المسيحية عشان كده تجد هجوم من غير المسيحيين. ليه؟ أصل أغلب الناس عاوزة سعادة دلوقتي ونزعوا بكرة، أكلني النهاردة وانساني بكرة. طب يا جماعة بكرة أهم، إذا كنت هتعيش 80-90 سنة، طب في 80 مليون سنة مثلا تجاوزا نقول كده، طب ما تفكر صح. إنما الناس مش عاوزة كده. لكن حتى لو فكرنا في العمر، بس افترضنا إن احنا بنفكر في الزمن الأرضي، حط واحد مسيحي حقيقي حقيقي، انا بصر لانه كلمة دين قلنا عليه علامة استفهام، كتير من المتدينين مش مسيحيين صادقين، لكن مسيحي يعني شبه المسيح بدرجات. هات واحد مسيحي حقيقي، واحد عالمي ايا كان فلسفته، وشوف مستوى السعادة ده ما بيخافش. ليه؟ لان ايمانه سنده، ربنا معاه، ربنا بيحبه، ربنا أبوه،
ربنا وعده بالحياة الأبدية، ملوش خصومة مع حد، لأنه مش عاوز حاجة، لا فارق كرامة ولا فلوس ولا جسديات. ده ممكن يكون بيضحك، ممكن يكون غني، ممكن يكون مشهور، ممكن يكون بياكل كويس، إنما دايما في خصومة مع نفسه، مع الناس، مع المستقبل، مع الماضي، في قلق مش ممكن يطلع منه. ليه؟ مفيش ربنا أبوه، مفيش ربنا في ظهره، مفيش حياة أبدية مستنياه، مفيش حاجة شايلاه من على الأرض. فهو إن كان بياكل ولا بيشرب ولا مشهور ولا هو عارف يضحك، يجوز بيضحك، لكن هي سعادة مش حقيقية. ده بس على مقياس العمر الزمني. طب لما ننقل على الحياة الأبدية، أغلب في الصف ده بيقولوا ما فيش أبدية أو بيتصوروها تصورات خاصة. هنا سعادة مطلقة المسيحية بتدي سعادة مطلقة، نظير التعب اللي تعبته على الأرض، مع أن التعب اللي تعبته على الأرض لا يخلو من سعادة ولا يخلو من فرح داخلي. عشان كده القديس بولس يقول إيه؟ كحزانة ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير يائسين، متضايقين في كل شيء لكن غير مكتئبين. لا بص بقى للناحية التانية، هات أي واحد راس مال سعادته فلوسه واضرب فلوسه، منتهى الكآبة. راس مال سعادته جسده واضرب الجسد، وده لازم هيتضرب، مرض وعمر، تنتهي السعادة تماما. راس مال سعادته مركزه، مركز مش هيدوم، يدخل فيه كآبة مزمنة وأبدية بعد كده. إذا فكرة أنه الدين أفيون الشعوب، الحقيقة اللامسيحية أفيون الشعوب. هنرد لهم الكورة بقى، غياب المسيح هو الأفيون اللي الشيطان بيوزعه على كل العالم، المخدر اللي بيضحك بيه على كل البشر، اللي بيعيشوا يومهم ولغين أبديتهم، وياريتهم عارفين يعيشوا اليوم ده بسعادة حقيقية. السعادة مرتبطة في الفكر المسيحي بحقيقتين مهمين جدا أو ببعدين، هو العلاقة مع الله والعلاقة مع الآخر. السعادة في الفكر الغير مسيحي هي علاقة مع النفس، هي أنا إيه؟ جسد، كرامة، مادة. عشان كده يلخص الإنجيل كله إيه؟ حب ربنا وحب الناس هتبقى سعيد، سعيد مؤقتا محدودا على الأرض، وسعيد سعادة أبدية في السماء. المسيحية هنا تبقى أفيون. هل الناس اللي خدمت الشعوب بدافع مسيحي، اللي عملوا مستشفيات ومدارس وخدموا فقراء ومرضى ومعوقين، اللي تبنوا قضايا المجتمعات الفقيرة والمظلومة، اللي عاشوا رسالة إنسانية بدافع مسيحي، هل الناس دول كانوا تعساء؟ كانوش عملوا رسالتهم، إنما الناس دول كانوا أكثر سعادة من غيرهم لأنهم ما عاشوش لنفسهم. عشان كده تحب قريبك كنفسك، دي مفتاح من مفاتيح السعادة الحقيقية. والكلام ده مش كلام نظري ولا فلسفي يا أحبائي، انتوا كلكم جربتوا. مثلا الأم تجد سعادة وهي بتخدم عيالها، طب هي تعبانة، بس لو عيالها سافروا وما بقتش عارفة تخدمهم تلاقي نفسها مش سعيدة زي الأول. يعني انت غاوية شقة؟ لا، ما هو الشقة من أجل الآخر ده له طعم. يبقى المسيحية قدمت مش الأفيونة بقى، السعادة اللي بجد. الخادم هو بيخدم مع أنه تعبان ومرهق، إنما سعيد لما يقعد قدام التلفزيون أو يفكر في همه ومشاكله أو يهتم بفلوسه بس يلاقي نفسه كئيب. طب إيه؟ يبقى ببساطة إن السعادة مرتبطة بالفكر المسيحي اللي فيه العطاء، اللي فيه الآخر، اللي فيه ربنا قبل كل حاجة. سؤال يا أحبائي، هل الجماعة اللي سابوا الدنيا وترهبنوا، المتوحدين زي القديس الأنبا بولا، الناس دول مجانين؟ مش مجانين، عاقلين جدا. طيب تعساء يعني اختاروا التعاسة؟ مفيش انسان بيختار التعاسة بنفسه، كله عاوز يعيش سعيد. ايه اللي يخليهم يعيشوا عشرات السنين في ظروف قاسية اما كانوش سعادة؟ لازم في سعادة في الموضوع. طب هنا الاكل قليل قوي،
كرامة محدش يعرفهم خالص، جسديات مهملة تماما، فلوس مفيش، يبقى في سعادة تاني وسعادة حقيقية، لأن هم دول اللي بيصلوا لنا وبيسعدونا النهاردة. كلهم بقى، كل القديسين اللي ما حبوش حياتهم، تعبير الكتاب لم يحبوا حياتهم، يعني ما حبوش الحياة الأرضية المزيفة اللي بيقدمها العالم. ما أسهل أن تتهم المسيحية أنها أفيون للشعوب. وأرجوكم في حواراتكم مع المتهكمين على المسيحية، برأوا المسيح من المسيحيين. بمعنى إيه؟ المسيح غير المسيحيين. طب ما احنا مسيحيين وللأسف بنقدم ساعات صور مشوهة، واحنا ممكن يكون فينا أخطاء كتيرة الناس تحسبها على المسيح، لكن احنا ما بنقدمش الصورة الصح. لو هنحكم على المسيحية نحكم عليها من الإنجيل، نحكم عليها من المقياس الوحيد بتاعها، ربنا يسوع له كل المجد. من هنا حياة المسيح تمثل المثل الأعلى لكل الأجيال. الموديل اللي بنقدمه للعالم ينفع تبقى الحياة كده؟ لو العالم كله، خلينا نعيش الحلم ده اللي هو حلم ربنا، كل العالم بقى نسخ من المسيح، تبقى ايه العالم شكله؟ تبقى مدينة فاضلة، يبقى كل الناس سعداء، كل الناس شبعانة، كل الناس فرحانة، كل الناس بتحب بعض، مهما كان في ألام كلنا شايلين الألام مع بعض، كلنا عانينا على الحياة الأبدية. كل المعاني الجميلة اللي تبدو بعيدة تبقى واقعية جدا، الخير والسلام والحق والجمال والحب، الحاجات دي ما هياش رمزية ولا هي نظرية، هي حاجات حقيقية لأن المسيح عاش. يبقى ببساطة اللي بالنادي بيه ما هوش مشروع غريب ولا مشروع فاشل ولا أفيون للشعوب. كان يبقى أفيون لو كلامنا نظري، لو ما جاش المسيح متجسد وعاش وسطينا وتمثل بيه الملايين، لحسن يقولوا أصل ده المسيح. أيوه ما هو ده المسيح، لكن ورا منه طابور ملوش آخر ممتد لغاية النهاردة. كل مسيحي حقيقي يتشبه بالمسيح، هو ليس أفيونا للشعوب، هو عنوان السعادة في العالم. صدقوني يا أحبائي، أنت في شغلك وفي عيلتك ووسط جيرانك وفي شارع بتاعك، أنت ممكن من غير ما توعظ تقول للناس تعال أقول لكم تعيشوا سعادة إزاي، اللي هي معناها ببساطة حبوا ربنا وحبوا الناس. الأول اكتشفوا مين ربنا، الله الحقيقي، ربنا يسوع له المجد، وبالتالي حبوا كل الناس، تلاقوا أن الحياة اختلفت تماما وكلها سعادة بعيدة تماما عن النكد اللي عايشين في الدنيا. أدلكم مثل من الإنجيل نقدر ناخد منه هذه الفلسفة البسيطة عن مفهوم السعادة داخل الإيمان وخارجه. ربنا يسوع بسطها بحكاية، كعادة ربنا يسوع بدون مثل لم يكن يكلم الناس، فحكى حكاية الغني الغبي. قال فيها ايه؟ قال واحد غني اخصبت كورته، ده خير من ربنا، ربنا كرمه يعني. وبعدين ايه؟ ابتدى يقول في باله انا ابني، اهدم الاول وابني مخازن اكبر واقول لنفسي، شوفوا طريقة التفكير اللي هي تمثل اغلب البشر، يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي. يبقى ربط السعادة بإيه؟ ربط السعادة بالمخازن، فلوس ماديات، وربط السعادة بأكل وشرب وراحة جسديات، وربط السعادة بإحساس العظمة اللي عنده إنه غير كل البشر. هل هذا الفرح حقيقي؟ يكمل المسيح الحكاية ويقول لنا اللي هيحصل مع أي حد. جاله الصوت يقول له ايه؟ يا غبي. يا غبي يعني ايه؟ انت فهمت غلط، انت افتكرت الفرح مرتبط بالمخازن الكتير، اكل وشرب، مركز كبير، تبقى غبي، او افتكرت انك انت كده عايش احسن عيشة. طيب هذه النفس اللي انت عمال تمجد فيها وتطبطب عليها وتكبر فيها وتعيش ليها، تؤخذ نفسك منك، هذه التي عددتها لمن تكون. فالمثل ده ببساطة بيقول لنا الأفيون مش في المسيحية، الأفيون في فكر هذا الغني الغبي، هو دي العملة المروجة. بصوا على إعلانات التلفزيون، لا ما تبصوش، أنا عاوز أقول لو رجعتوا كل ما يعلن عنه
في الميديا عموما، تلاحظوا ايه؟ اما تخاطب العظمة او تخاطب المادة، الجيب، الفلوس، مقتنيات، او تخاطب الجسد. كل الاعلانات كده، كل المسلسلات كده، كل الافلام كده، اللي دي بضاعة الدنيا. ده وهم السعادة اللي عايشين فيه الناس، ده اللي بيقدمه الملحدين دلوقتي كأنه دين جديد. يا جماعة لقينا السعادة في ايه؟ كل، اشرب، افرح، اسبق الناس، حوش فلوس، اعمل بيت كبير، اسرق، اعيش في الزنا، تخطى الحدود. هذا الوهم اللي جربوه مليارات من البشر وفشل لغاية دلوقتي بيتباع. عارفين زي ايه احبائي؟ زي كلنا عارفين بدون استثناء ان المخدرات مؤذية، مش كده؟ الافيون والحشيش والهيروين وكل المشتقات. ومع هذا يوميا في شباب بيقعوا جداد في الموضوع. طب هو اي شاب بيتعرض عليه حاجة من دول، هو عمره ما سمع المخدرات؟ سمع. عمره ما فهم انها هتلخبط حياته وتبهدله؟ لا فاهم كويس وعارف. طب يا ابني بتجرب ليه؟ ماشي في السكة دي ليه؟ ما هي عشان انبسط. هو بالظبط المنظر اللي بنشوف كل البشر ماشيين فيه، ركنين المسيح الاله الحقيقي، ركنين معاه الحياة الابدية والسعادة الابدية، عايشين النهاردة بالطريقة الشيطانية. ايه الطريقة الشيطانية؟ تلذذ مش بالرب. الآية بتقول تلذذ بالرب، تلذذ حط جنبها أي كلمة تاني ما عدا ربنا. اللذة في الجسد، اللذة في المركز، اللذة في الفلوس، اللذة في المقتنيات، اللذة في الانتقام، اللذة في بريق السلطة، اللذة، تلذذ وبعدين موت، وبعدين انتهي، وبعدين تتبخر السعادة فجأة وتكتشف انه سراب. ده اللي عبر عنه أرميا النبي لما قال شعبي، حتى أولادي يعني، عمل شرين، تركوني أنا ينبوع الماء الحي، سر السعادة، وذهبوا يحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. يعني إيه؟ تحفر تطلع مية، مفيش مية. مية دي ممكن تبقى معناها السعادة. ندور على السعادة بإيدينا وسنننا ونهاتي ونهري عشان نوصل لها، مفيش. انما تيجي عند ربنا يسوع بمجهود اقل جدا تلاقي سعادة حقيقية. عاوز اختم بمثل جميل من الكتاب، اخوات يوسف ويوسف. اخوات يوسف عملوا مؤامرة تخلصوا من يوسف. اخوات يوسف ما لهمش في ربنا، يتلذذوا بمقتنيات، بياخدوا من غنى ابوهم، قلبهم حجر، حتى الراجل الكبير ابوهم يعقوب اللي بتحسر على ابنه مش فارق معاه، عايشين منهم اللي بيزني زي رؤوبين وزي يهوذا. قدامهم شاب في المقابل ماسك في ربنا. من اكثر سعادة؟ هل وهم عايشين في كنف ابوهم وفي الغنى وفي الحرية، ولا يوسف العفيف المظلوم بتاع ربنا اللي اتذل وتعب في الدنيا؟ يوسف داخليا اكثر سلاما ونهائيا سعادة دائمة، انما الناس دي مش سعادة، ضميرهم بين احالهم وتعبانين ومش عارفين يمسكوا السعادة بايديهم، وطلعوا صغارين قوي جنب اخوهم يوسف اللي اختار صح ومشي في طريق السعادة الابدية. فضل الكتاب يقول كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وأثبت النجاح في كل المراحل، في السجن، في القصر، على مركز، على كرسي مصر كله، لكن ربنا معاه سعيد وهو بيقاوم الشهوات وهو ما عندوش إمكانيات، بس عارف يعيش حياة سعيدة حقيقية وكمل السعادة إلى النهاية. احبائي ما تستغربوش من التهم اللي بتيجي علينا، ما هو الشيطان لازم يهيج على الكنيسة ويهيج على كل من هو مسيحي حقيقي. فزي ما تهم المسيح انه مختل العقل وهو الوحيد العاقل، وكل المجانين اللي في الدنيا شايفين نفسهم عقلاء وفهماء، هكذا اليوم المسيحية تسمى افيون الشعوب وما عداها هو العقل كله،
لكن الحقيقة مقلوبة. المسيحية هي دواء كل الشعوب، هي السعادة الحقيقية لكل البشرية هنا وإلى الأبد، وما عداها هو أفيون الشعوب. وإلى لقاءات أخرى من برنامجك سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. آمين.